اختراق بيانات الناخبين تنضم إلينا سيدة جمانة الغلاي المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات. سيدة جمانة مرحبا بك معنا في الحصاد. نفيتم اليوم عملية الاختراق لهذه البيانات والبطاقة البيومترية، قلت إنها يعني مؤمنة سبرانيا ولا يمكن لأحد الاطلاع عليها. ما هي حيثيات هذا النفي من قبلكم؟ نعم، السلام عليكم. السلام ورحمة بداية، يعني مفوضية الانتخاب رفعت منطقة في مرحلة تحديد سجل الناخبين. احنا لازلنا في عملية التسجيل البيومتري، والتسجيل البيومتري هو للناخبين غير مسجلين سابقا وللمواليد الجديدة 2004 و2005، يعني انه بلغوا السن القانوني 18 سنة للمشاركة في الانتخابات. بيانات الناخبين عامة وكافة هي بيانات مشفرة لا يمكن الاطلاع عليها اطلاقا، وهذه البيانات كلها، كل البيانات وكل التحليلات الخاصة بعمل المفوضية سواء بالناخبين أو بالعمليات الخاصة بعملها كلها مشفرة ومؤمنة سبرانيا، فبالتالي لا يمكن لأحد الدخول لهذه البيانات. فضلا عن ذلك، أن البطاقة البيومترية الموجودة والتي هي عند الناخب، كل الموجود بها هو مركز تسجيله ومركز الاقتراع والمحطة اللي راح يقترع بها، واسم الثلاثي فقط، انما بقيه البيانات البيومتريه والنصيه الخاصه به هي سمكات مشفر ولا يمكن الاطلاع عليه، ولا يمكن يفتح الا في برامج هي خاصه بالمفوضيه واجهزه خاصه بعمل المفوضيه، وبالتالي هذا الموضوع لا يخص عمل المفوضيه ولا يعني في اي جانب.